السلام عليكم. بالصلاة على النبي، شكلك انت اللي هتكسب وانت اللي هتاخد التليفون الايفون باذن الله. طبعا لجنة التحكيم النهارده هتجيب الدبشة هو وشغال. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي، لا موهبة حلوة دي بقى وجديدة. حاجة رهيبة، حاجة ما حصلتش في العالم كله. ولا هتحصل، ولا ما فيش الكلام ده غير عندنا في مصر الحمد لله. لا بنكذب ولا حاجة. الله 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 الله، شايفين؟ شايفين ومنبهرين كمان. العضلات شغالين اهم. طبعا لجنة التحكيم ان شاء الله والمتابعين ان شاء الله هتحكم بكده. شايفينك يا نجم، شايفينك خالص. الله 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 الله. لا عالم يا عالم. ما خلاص يا سيدي، خلاص كفايه مبهاره. ولا انا عارف ان انت فخور بالموهبه اللي انت بتقدمها، ولا بس مش كده يا عالم. بصوا يا متابعين، بصوا. الله 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 الله. لا لا خلاص كده. هو كان يوم ما طلعلوش شمس والله العظيم، يوم ما عرفنا ان النت بيجيب فلوس. يا صباح الطماطم على عيونك يا جميل، تاكل طماطم؟ فالطماطم عادة تغلى من الورد والياسمين. تبوس الحبيبة. قصة حب قذرة جدا، بس شوف يعني برغم غلو الطماطم هو ما استخسرهاش في حبيبته، حب حقيقي. ده بطل كمال الأورام، حتى أنت لو لاحظت هتلاقيه مقرر من كل حتة كده لو خدت بالك. بس يبقى كفاية، كفاية لا تفرقع مننا ولا حط تلج، حط تلج بالليل قبل ما تنام. في حاجة شيخ؟ في حاجة ولا هز يا شيخ؟ هز من المكتب. شكرا يا شيخ، الله يبارك لك، وتمنياتي بالشفاء العاجل ان شاء الله. في حاجة حاجة ولا حضرتك مسعور؟ ولا انت امان ولا ايه؟ هو قلب ديك اهو، قلب ديك متعدد مواهب. امشي امشي. ما تاكلش اندومي. بيمثل لا وكوميدي يعني مش اي حاجه. لا لا ما فيناش بالغيره، ده اصل الغيره في الحب خطيره. حاجه حاجه ولا مين اللي جاب لك تليفون؟ مين اللي منه الولاد ده؟ وايشي ايشي الحلو لابس المشمش. مشمشي؟ لا اختشي يا واد، اختشي، عيب اختشي. اختشي انت بقى حاجه يعني انا ساكت لك من الصبح والله، عيب كده. ما قلنا اختشي بقى. امشي امشي. حقا هو انت الذي يلاطفني بكلامك. مين؟ مين زليخه الغلابه دي ولا؟ قول يا زليخه قول. وماذا افقد لاطلب؟ طلبت محبوبا وأنا الآن في جواره، طلبت معبودا وأنا الآن في حضرته. الله الله، عشان تعرفوا قد ايه انا بعاني. بقي لي رجاء واحد، رؤية يوسف. تحتاج إلى عينين بصيرتين لا أملكهم. الله ينور يا صفصف، الله ينور. روح بقى اعمل لنا مكرونة عشان جعانة نونا، بس ما تعجناش زي كل مرة. ده عادل امام. يا جدع الله العظيم لك شعاع. ازاي؟ هنعمل ايه طيب؟ يعني ما جاتش عليه. طب الحقوني يعني انقذوني بسرعة، هاتوا لي السلعة. يعني عمتشن وتاج راسشن عمى بعينشن، هاي يعرفن منو اللي دا احكي عليهن، مو للكل هذا الحكي، موجه ذني الهمج. كم وحدة اكو هنا عندي يطبن يغلطن علي باللايفات، كل ما اسجل وطالعات لي ولد الكلب. شتريدن من عندي بنات الكلب؟ لا تغارن من يمي، شي احلى من شن ده كده. عظمه قوي ده كده، عظمه قوي. سلام.